السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نجاوبكم على بعض الاسئله اللي صيفطوا لي الناس بخصوص كيفاش نستافدوا من الدفعه الثالثه من الدعم اللي قدمت الدوله للناس ديال اللي متضررين من هذه الجائحه هذه، بخصوص الناس ديال الراميد والناس ديال القطع الغير مهيكل. اي ما كنهضروش دابا على الناس ديال الضمان الاجتماعي، تنهضروا غير على الناس اللي عندهم الراميد والناس القطع الغير مهيكل، اي الناس اللي خدامين وما عندهم لا اوراق لا والو، ما مديكلارين ما والو. فاهمين على هذه النقطه. النقطه الثانيه هي شنو غادي نصيفطوا ل 12 12؟ واش كاين فرق بين الناس ديال الراميد والناس ديال القطع الغير مهيكل؟ لا ما كاين حتى فرق. بجوجكم غتصيفطوا نمره لاكارت ل 12 12. داك السيد رب الاسره اللي استافد من الدفعه الاولى والثانيه هو اللي غيستافد من الثالثه. يعني الناس اللي ما استافدوش من الاولى والثانيه باقي ما عرفناش شنو كاين، باقي ما عرفناش واش غادي يستافدوا من بعد ولا لا. المهم رب الاسره اللي استافد من الدفعه الاولى والثانيه هو اللي غيستافد من الثالثه، وخاصو يصيفط نمره لاكارت ديالو. النمره ديالها اللي تحت التصويره هي اللي يصيفط ل 12 12 ماشي نمره الراميد. بجوج كيف الراميد كيف قطع الغير مهيكل غيصيفطوا نمره لاكارت اللي تحت التصويره ديالو في لاكارت ناسيونال ولا بطاقه التعريف الوطنيه ل 12 12 نهار الاربعاء ان شاء الله. غيبداو مع 8 الصباح حتى نهار الجمعه مع 12 الليل غيحبسوا. نهار 18 غادي يبداو يصيفطوا الميساجات للناس اللي غيستافدوا من الدفعه الثالثه. هذا الشيء مفاهمين عليه. اما بالنسبه للناس اللي سولوني على اللي باقي عندهم طلب في طور المعالجه، حتى انا بحالي بحالكم باقي ما عرفتش شنو كاين، باقي ما عرفتش واش غيستافدوا ولا لا، واش غتحبس الاستفاده عند هذا الحد هذا عند هذه الدفعه ولا لا. وحتى الناس اللي كيقول لي راه لقينا طلب غير موجود، ما عرفتش باقي. حتى انا بحالي بحالكم ما عرفتش شنو الجواب على هذا السؤال. نتمنى ان لجنه اليقظه تخرج بواحد البلاغ ولا تواصل مع الناس تقول لهم شنو كاين باش الناس ما يبقاوش يتسناو. والله صيفط لي واحد السيد قبيله قال لي راه العيد هذا وما استافدت ما والو، كيطلع لي طلب غير موجود، ما عرفش شنو نقول لي. قال لي راه ما خدام ما والو ثلاثه شهور هذه، وقال لي راه العيد وراك عارف، قال لي تجمع لي الضو والكره. المهم الله يصاوب الجميع. هذا الشيء اللي كنتمنى، ونتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو وبارطاجيوه مع الناس. هذا ما كان، تهلاو في راسكم وتابوناو في لاشين، تهلاو في راسكم.